بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، التواصل مستمر والشعارات كثيرة حاضرة هنا من شتى ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة لكسب ناموس، كسب نقطة ثمينة هنا في هذه الشعارات. الله يا الشاهينية، الشاهينية، شعار بوتسيم، شعار محمد، شعار المتألق محمد بن أحمد بن عبد الله بالهلي. يلا يا بوتسيم، يلا يا بوتسيم، جماهير الخوانيش تناديك النقل على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى من الجميع تسجيل الأرقام بالشكل الصحيح، نتمنى من الجميع تسجيل الأرقام بالشكل الصحيح. المركز الثاني هذا شعار الكعبي علي بوتسيم، الكعبي نقلتنا إلى المركز الثالث. هناك من الجانب الآخر تحمل رقم 38 أيضا حاضرة في هذه الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. أنتقل وياكم إلى المركز الرابع، راشد بن علي بن مرخان النسبي، وفي المركز الخامس هناك من الجانب الآخر، من الجانب الآخر، الله الله الله، يا سلام يا سلام الله يا سلام الله، هناك مزاج أحمد بن خليفة بن حميد بن ركاب العليلي، غني عن التعريف، غني عن التعريف، صاحبة الشوط الأول في ميدان دستور. نتمنى لك التوفيق يا بن ركاب، نتمنى لك التوفيق يا بن ركاب، ولكن مسري 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 مع الاتحادية، مع الاتحادية، مسري بن سيب بن نايع بن واصل الشبي. المركز الثالث محمد بن أحمد بن عبد الله بن هلي. المركز الرابع هناك شعار بن حسين علي بن محمد بن سيب بن حسين العليلي، ولكن بن ركاب بن ركاب بن ركاب عجل الأمور مع مزاج أحمد بن خليفة بن حميد بن ركاب العليلي، ولكن الاتحادية، الاتحادية، مسري بن سيب بن نايع بونواز، يا بونواز يا بونواز، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن بهذا الأداء الجميل. مسري بن سيف بن نايع بونواز الذي اتحد مع اتحادية بالمركز الأول. المركز الثاني شعار بن ركاب، المركز الثالث أيها الإخوة، اللي في المركز الثالث الأرقام هناك القرموشة عمار بن سيف المعمري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة دقيقتين 14 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس الفائزين هنا في هذا الانطلاق الجميل والمميز.